توفي اليوم المطرب المغربي عبدو شريف عن عمر ناهز 52 سنة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة. وكان عن دليب المغرب يستعد لإحياء حفل غناء مساء اليوم الجمعة 8 مارس بمناسبة يوم المرأة العالمي بالمركب السينمائي بالدار البيضاء، لكن القدر كان له الكلمة في أن يتعرض الراحل لأزمة قلبية مفاجئة ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في وضع صحي حرج. وفي خبر حزين هز الوسط الفني، أعلنت الفنانة سميرة سعيد الجمعة 8 مارس 2024 عن وفاة المطرب المغربي عبدو شريف بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة صباح اليوم. ونعت الفنانة سميرة سعيد الراحل بكلمات مؤثرة على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث نشرت صورة له وكتبت: صدمة كبيرة، وفاة عبدو شريف، موهبة كبيرة كانت تستحق أن تكون في صدارة الغناء العربي، الله يرحمك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعت الفنانة لطيفة رأفت الراحل من خلال منشور على إنستغرام قالت فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله أيها القلب الطيب الجميل، رحمك الله يا رفيق الدرب، الله يصبرنا على فراقك، كنت نعم الصديق ونعم الأخ ونعم السند، كان سيكون لنا لقاء اليوم في حفلك بالدار البيضاء، لكن لا اعتراض على قدر الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأضافت الفنانة لطيفة تعازينا الحارة لعائلة الراحل عبدو شريف الكبيرة والصغيرة ولكل محبيه وجمهوره. وأعلنت وسائل الإعلام المغربية أن عبدو شريف رحل عن عالمنا في إحدى المستشفيات إثر تعرضه لأزمة قلبية حتى صباح اليوم الجمعة، وكان من المقرر أن يحيي الراحل حفلا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مسرح السينما بالعاصمة المغربية الرباط بعد غياب طويل عن الساحة الفنية المغربية. ويعتبر عبدو شريف من أشهر الفنانين المغاربة الذين عرفوا بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغاني خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. وبذلك يترك عبدو شريف خلفه إرثا فنيا خالدا وجمهورا عريضا ينعي رحيله المبكر. عبدو شريف هو مغني مغربي ملقب بالعندليب الجديد من مواليد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ينتمي لعيلة فنية عريقة، فهو ابن شقيق عبد الوهاب أكومي، واحد من رواد المدرسة الكلاسيكية للمزيكا العربية، وتلميذ محمود السعدي العضو المؤسس للظاهرة المزيكا الشعبية في سنين السبعينيات، الفرقتين الأسطوريتين ناس الغيوان وجيل جلالة. في سنة 1999 غنى عبدو شريف في دار الأوبرا المصرية أمام حشد من جماهير أسطورة الأغنية الرومانسية العربية الكلاسيكية المصرية عبد الحليم حافظ، وهو النجاح الذي حظي بالدولة المصرية لاعتباره الابن الشرعي لنهر النيل وتلقيبه بالعندليب الجديد إشارة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ويتميز أسلوب عبدو شريف الغنائي بتأثره الشديد بالكثير من المدارس الطربية التي تتطلب إتقان ومهارة في الأداء، بدءا بمدرسة عبد الحليم حافظ لشارل أزنافور، مرورا بسليم الهلالي، وهو النوع الذي أتقنه عبدو شريف مقدم لجمهوره في جل حفلاته المباشرة رحلة الرجوع للعصر الذهبي وللزمن الفني الجميل. ولد عبدو شريف في الدار البيضاء بالمغرب عام 1971، نشأ في عائلة فنية، فهو ابن شقيق عبد الوهاب أكومي، ووالده هو الفنان عبد الوهاب الدكالي. بدأ عبدو شريف الغناء في سن مبكر، وشارك في العديد من المسابقات الغنائية. في عام 1999 حقق عبدو شريف شهرة واسعة بعد فوزه في مسابقة أغنية العندليب التي نظمتها وزارة الثقافة المصرية، ونال جائزة المركز الأول عن أدائه لأغنية أهواك
لعبد الحليم حافظ. وأصدر عبد شريف العديد من الألبومات خلال مسيرته الفنية، بما في ذلك أغاني العندليب 2000 وحبيبي 2002 وأحلى ما غنى عبد الحليم حافظ عام 2004. كما شارك في العديد من الحفلات والمهرجانات العربية والعالمية. ونعت وزارة الثقافة المغربية عبد شريف وصفته بأحد أهم الأصوات العربية في العصر الحديث، كما نعى العديد من الفنانين العرب عبد شريف مؤكدين على موهبته الفذة وإنسانيته.